السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وحضراتكم بخير وسعادة وبصحة وبهنا وبسرور إن شاء الله. النهاردة بنتكلم في الفيديو القصير ده عن كيفية ربط واستخدام الجوال مع الكمبيوتر، إزاي نربط الجوال بتاعنا الموبايل مع الكمبيوتر بتاعنا. طيب حد هيقول طب إحنا محتاجين نعمل كده ليه؟ أقول له لأسباب كثيرة، منها إن ممكن بنكون اللي بيشرح تطبيقات للجوال هيبقى محتاج ان هو يسجل على الكمبيوتر الشغل بتاعه بيشتغل سواء باوربوينت او غيره، فبالتالي زي ما هنعمل دلوقتي كده بيكون محتاج يربط الجوال. في بعض برامج على الجوال وتطبيقات محتاجة تتشرح، فطبعا يبقى شيء جميل لما يكون شاشة الجوال موجودة سواء كانت بالطول او بالعرض موجودة على شاشة الكمبيوتر. طبعا احنا عارفين ان ممكن ربط الجوال بشاشة التلفزيون ده باكتر من طريقة، يعني خصوصا السمارت تي في دلوقتي. فإنما الكمبيوتر ساعات بنستخدمها في حاجات زي كده، بعض التطبيقات بنشرح واحد بيشرح برنامج مثلا زي الآلة الحاسبة المتقدمة أو اللي بتحل معادلات جبرية أو إلى آخره، أو بعض البرامج المتخصصة استخدام برنامج زي ما هنشوف دلوقتي كده. المهم إن إحنا محتاجين نربط الاتنين دول. طبعا اللي بيستخدم ويندوز 10 اللي هو الأخير طبعا ده بيبقى أمر سهل بالنسبة له، لأن التطبيق زي ما إحنا هنشوف دلوقتي كده بننزل التطبيق بتاع الجوال بنروح للمتجر بتاعنا سواء كان الايفون او الاندرويد، وبنبتدي نكتب يور فون مايكروسوفت. يور فون مايكروسوفت بيطلع هذا التطبيق، تطبيق مجاني وتابع شركة مايكروسوفت فهو مضمون، وبننزل التطبيق على الجوال الموبايل. طبعا ممكن ننزله كمان على بقى الكمبيوتر، محتاجين لازم نتأكد هو موجود ان هو يكون اضافة موجودة يعني، فبنروح لجوجل وبنكتب يور فون، هيطلع اول اختيار اللي هو مايكروسوفت ستور، وحتى الشكل بتاعه موجود هنا على جنب. لما بنضغط بيطلع يور فون مايكروسوفت، ده الستور بتاع مايكروسوفت، وبيكون ده في نسخة افيلابل على البي سي. بنضغط جيت، طبعا المفروض بيكون عاملين ساين ان في الحساب بتاعنا بتاع المايكروسوفت، وبنبتدي ندخل على المتجر عشان نحصل على النسخة دي وبنحملها على الكمبيوتر. وكده يبقى النسختين متحملين، واحدة على الجوال وواحدة على الكمبيوتر. بنيجي بعد كده بنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بنروح هنا، انا فاتح الجهاز بتاعي اهو بالشكل ده، ادي شاشة الكمبيوتر الجوال ظاهرة عندي اهي، سهل ان اقوم جاي رايح وواخد التطبيقات بتاعتها كلها لو انا عايز اطبقها اشغل. فبالتالي سهل ان استخدم الجوال لو في تطبيق من التطبيقات مثلا على سبيل المثال حاجة زي كده، او انا عايز تطبيق معين اللي هو مثلا بيعمل سكان لبعض زي البرنامج الشهير اهو اللي بيعمل سكان بالمنظر ده كده. بنفتح شاشة الموبايل بالشكل ده، سهل ان انا اتحرك من هنا اهو وانقي التطبيق اللي انا عايزه. مثلا في عندي تولز مثلا بالشكل ده كده اهو، لو انا فتحت عندي الكالكوليتور بتاعي عندي هنا، ده برنامج مثلا للتعرف على النباتات من خلال الاوراق بتاعتها الى اخره. في برامج كثيرة بالشكل ده كده، وبقدر اتحرك زي ما انا عايز. طيب انا اقدر اخرج بره القصة دي كده؟ اقدر اخرج اهو، رحت المجموعة التانية، هنا في بعض البرامج الخاصة بالترجمة بقدر اشتغل باي برنامج منهم لو انا بشرحه، فسهل ان هو هيتشرح بهذا البرنامج، فبقدر اتحرك براحتي خالص بتعرف على كل الحاجة اللي موجودة عندي. يعني على سبيل المثال لو انا رحت للبلاي ستور اهو وكتبت هنا على سبيل المثال اهو، ادي ده تطبيق عملي للبرنامج اللي احنا المفروض بنستخدمه دلوقتي بالشكل ده كده. فبالتالي بيبقى سهل علينا ان احنا، انا دلوقتي عملت مثلا الشاشة بالعرض بالشكل ده اهو، جيت رجعتها تاني بالطول وهكذا. فبالتالي بنتعامل معاها، بقدر اتعامل معاها زي ما انا عايز كاني بتعامل مع الجوال بالظبط. ادي جميع البرامج بالشكل ده كده، بقدر اروح للسيتنجز، بقدر اروح لاي برنامج انا عايزه بالشكل ده كده. ادي برامج الاوفيس هنا مثلا على سبيل المثال، لو انا عايز الباوربوينت مثلا انا ضغطته بالشكل ده كده اهو بيفتح لي. ادي التصميمات مثلا، دي اخر حاجه انا فتحتها مثلا على سبيل المثال، لو انا عايز جبته بالعرض بالشكل ده الشاشه هتبقى بالعرض. فبالتالي ممكن تبقى في حاجة أنا عايز أشرحها، في حاجة برنامج معين إلى آخره. أتمنى إن يكون الشرح وافي وبسيط، هو تجربة بسيطة خالص ممكن يستفاد بينا اللي بيستفاد بيها الأشخاص اللي محتاجين يجربوا موضوع الجوال على الكمبيوتر للعمل شرح أو شروحات معينة مثلا على أيا كان الشرح اللي هم محتاجينه، أو لشرح برنامج، لشرح تطبيق إلى آخر هذه الأمور. فدي بتسهل لهم الأمور بشكل طيب يعني.
إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وإلى أن نلتقي إن شاء الله يعني بإذن الله على خير. نسألكم الدعاء بظهر الغيب، وأترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.